أنت مسلم والذي مسلم ما يقطع عصبته وإخوانه، لا تطاوع هرجة الفتن ولا واشي ولا نمام. النصيحة نرضي الله ثم نرضي حينا والفاني، فإن حبك والغلا بعروقنا يجري مع آدمي. الحذر ثم الحذر يا خويا، تسمع واشي ومنافق، القطيعة ظلم وجرام وهجران البعض حرام. أنت لي عزوة وأنا عند الشدايد عزوتك وحزامك، خلانا نغسل خواطرنا بصابون الوفا والطيب. من سنين طايلة والصد والهجران منك ومنا، التباغض والتهاجر يرضي العدوان والشيطان. علم واضح في كتاب الله ودستوره لنا منهاجي، يالله اصلح حالنا واجمع على الطاعة قلوبنا.